الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أسيدي على الأرض هذه يالي من 2013 احنا كان دعوة عليها وربحناها بالمحكمة ونفذنا، دخلنا الأرض ديالنا. العام الأول داروا لنا في الحرب في كيف، العام الثاني جاوا لنا بالسيف وهجموا علينا وضربونا، العام الثالث يعملوا لنا بأن احنا يجبدنا عليهم مسنح. العام هذا العام هذا يا المحصول الزراعي لهذا العام كله شارد الخدمة وصيفنا وجمعنا وجاو يحرقوهنا، وهذا ما كل عام ليش يحرقونا الزراع ديالنا. وإحنا يا هذا العام كله إحنا كنحرسو صيفنا وجمعنا وجاو نهار الجمعة وحرقوهنا بالليل. هاد الأشخاص هذا معروفين، والدرك الملكي إحنا شكينا له، احنا عندنا معهم 4 شكاية، وهني حد الآن لن يستجب لنا أي واحد. والحمد لله احنا في الأرض، الأرض الملك ويحيى الملك، واحنا في الأرض ديالنا والبلاد ديالنا معروفة ديمقراطية والحق والقانون، والحمد لله رب العالمين. والله خذ الحق، احنا عندنا معهم 4 شكاية في المحكمة، عندنا الضرب والجرح، عندنا الزريعة القنب الهندي، عندنا دي السلاح، عندنا هذه الحريقة الزرعة. رانا نطالب السلطات المحلية تتحقق في الموضوع دي الحريقة الزرعة ديالنا. انا الارض اللي كانت دي منها 200 بلاط التبان و30 قنطار الزرعة، كل عام كانت ديها. هذا العام هذا يحرقهن، والله يخذ فيهم الحق، ولا نطلبوا من السلطات تتحقق في الموضوع. وحنا يا عملنا شكاية المحكمة من الوكيل العام، والله ينصر الملك، الله ينصر سيدنا، والحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا موضوع الشكاية الحراق المحصول الزراعي، قيادة جماعة بابتزة دوار الخزانة، مشينا نعم سيدي اصطادنا جماعنا مشي نصبحوا ندرسوا، جبرنا محروق، مشينا تشكينا للسلطات. نهار الجمعة في الليل حرقوه، نهار السبت تسمى السبت والحد والاثنين كتسمى ما خدامين شي عيد، فما كتسمى عارفين الناس هذا ما عارفين بانه ما خدام الاداره ما خدامش. مشينا نرسل جبرنا الزرع محروق، بدنا محروق مشينا علمنا السلطات، مشينا عند السلطه قال لي مشينا عند الدارك، بدنا عند الدارك طلعوا معنا البريقال تحقوا تسمى صوروا تقشي عدلوا السبت والحد والاثنين ثلاثة مشينا قدمنا شكاية السيد الوكيل العام. دابا كنطلبوا من القضاء، احنا شي علينا احنا قيناه، وكنطلبوا من القضاء لتحقق مع المجرمين. هنا الارض راها كتسمى راه وارثينها من جد الى بوجد، كتسمى الجدد من جد الى بوجد، وهاد الناس هذوما كل عام كيجيو يهدزونا. العام الاول قامنا الزريعة ديال كيف 3 سنين وانا طالع هابط للمحكمة، عطاوني البراءة في الشاون وفي الاستينا في تطوان، عندي البراءة ديالي. العام الثاني هجموا علينا وضربوني وشبروا لي هذا، انا كنت نحرض بالباين، وهذا كتسمى كان عندنا كيجمع يخدم بالفاس، مشاو ليلو جا حجروه وهادي وضربوه هذا ب4 بيوم. مشيت فكيت نوتي شي وهادي وعاوتانا لصقوني كتسمى علمنا السلطات جاد. المهم هادشي هذا كتسمى سقسوا السلطات بلا ما تبحثونا حنا، السلطات هما اللي جا القايد والشيخ والقوة المساعدة هما اللي فكونا، جبروهم باقيين تما كاملين بيهم. مشينا سيدي عملنا شكاية، بطنا عند وكيل الملك عملنا شكايه بالابتدائيه في الشاون، عطاتنا 4 شهور بيناتهم، 4 شهور الواحد سلف و400 الف فرنك بيناتهم، دالغرامه 4000 درهم
هذا العام تسمى العام الثاني الحرث، وحنا نحرثوا بجوج بينا بالبهايم، وهذه كتسمى عيب بجوج البيخوس. جمعنا انا مسيدي طابطي زرع صدناه، جمع بالخدامه كتسمى ولادنا كرفصنا عليه وخسرنا. جمعنا نهار اللي كملنا بالجميع مش نصبحوا ندرسوا، مشينا نهار السبت والصباح مش ندرسوا، جبرنا محروق. وفعلا نادزونا قالوا لنا دابا نقيناكم كيف تما ما نقصناكمش، قيناكم سنح جبنا عليكم ما سمحتوش، قيناكم هلا ماذا نحرقوكم. قلت له سيدي تما احرق في ذاك الى ربي ويتحرقوك تما نعد بنا عايت الله وصدقات هي هذيك تما دعوة الله. سيدي فكرنا كتسمى حنا تشكين عملنا شكاية الوكيل العام، القضاء هي خصو تحقق فهاد الشهادة مع المجرمين. وكيقول لي في الأول قطع ياسك أن كتسمى الشكاية ديالو كتسمى منافذة، قالنا حنا ما كاينش شي كتسمى واخا عينا ما نتشكاو ما كاينش شي ديالها، بدلوا لنا الأقوى فيه. ايوا حنا سيدي كنطلبوا من هذا الشرفه من هذا الشرفه مال البلاد هذه بيجيبونا الحق ديالنا، حنا كنطلبوا حقنا الشيء اللي كاين الحبيبي، وحنا تحت الشعار الله الوطن الملك.